حتى احنا الاستاذ محمود محمد طه في بيت صغيره كانت للنموذج بتاعت انك انت المسائل اليوميه دي الحياه الزواج والموت والكده ده جزء من حياتنا اليوميه وهو انت بتعمله. يعني مثلا لما انت تغسل الجنازه وتمشي وراها وتدفنها النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من حق المسلم على المسلم انه اذا مرض يعود هو اذا مات يتبعه. قالت لي الاخت دي قالت انه هي كانت صغيره وحضرت وفاه الاستاذ محمود كان موجود فيها. بعدين في مرأة كبيرة قالت لهم للأطفال أطلعوا. قال لا خليهم يجلسوا. هم صغار كده يعني بنات يعني ما صغار خالص وما كبار جدا. فقال حضرا لحد ما الوفاة تمت والأستاذ نبه كيف الغسل يتم. وبالمناسبة ده قال تكتبوا كتاب اسمه علم كيف تجهزون موتاكم. قالت انا التجربه دي استفدت منها مات زوج اختي في يدي لكن لان التجربه الاستاذ محمود اصر اني انا احضرها اعانتني على مواجهه الموضوع ده والا كان ممكن تحصل لي مشكله نفسيه. اتباع الجنازه وغسل الجنازه والصلاه عليها ده تعبد ما عنده تخصص ولا احنا في النهايه اذا مشينا في موضوع نعمل لنا فيونرال هومز في السودان نجي نسلم جنازتنا وننتظرها هناك بالزهور لانه العمل ده جزء من الممارسه اليوميه. لما احنا نحضر الوفاه بنستعيد للموت لما نزور المغابر من نستعيد للموت هي جزء من الممارسه من التعبد. والزواج علاقه مقدسه في الاسلام وعندها مراسيم والناس بيحضروها لانها هي دين. الزواج سنتي انت بتمارس في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده الاجابه على قصه انه لانه كان في راي انه ممكن يكون لما حياه الشعب يكون في متخصص مازون مثلا. الصلاة مثلا الصلاة بالإمام إذا كان بياخذ مرتب مثلا الصلاة تعبد. أنت ما بتشيل أجري منها في الدنيا أنت بتطير أجرها في الآخرة. لكن هسه في ناس مصرين على المرتبات دي طبعا. حتى في واحد انتهت إجازته من الأئمة في واحد في الخليج بيحكوها قال لما جه عنده يومين كده طيارته كان الحجز جه متقدم لما جه قال لهم ولا الصلاة قال لهم أنا لسه إجازتي ما تمت. لما الموضوع تطلع منه الروح بيبقى بيصل للدرجه زي دي وبتيجي تتابع على وتي ما جات ليه جات للوعاظ احنا ما جاتنا الائمه وكده ومواهينا ليه كده المؤذن ما حق يكون قدر يعني فبتبقى انت بتبتزل القصه كلها الروحيه وتنتهي في قصه مرتبي على وتي وجازتنا جات وما جات. فنحن القصه انه الدين ده ممارسات مختلفه دي كلها يجزى بها البركه والقرب من الله. سؤال اخر عن موضوع الله هو الاول. الحقيقه في الذات الالهيه لا تسمى ولا توصف وتقصر عنها الاشاره. لكن ده انما سمى الله نفسه ليعلم. يعني من نقول الرحمن الرحيم عشان نعرفه لانه دي فيها شبه بيناتنا وبينه. والا انه الله فوق الشبه فوق الصفات. لكن لابد ان يوصف نفسه ليعرف. حتى عشان كده نقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون. وسلام على المرسلين. سلام على المرسلين لانه اضطروا يوصفوا الله يعرف. فالله فوق في الذات في ذاته فوق للوصف. الاسماء والصفات والافعال هي تنزلات. ولذلك الاول والاخر جاي من هنا. الاسماء دي. هو الاول والخلق منه ما من غيره. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، نفس في الاول نفسه هو. في التنزل نفس ادم النفس الواحد. لكن ادم ذاته الايه دي له، هو نفسه خلق من نفس واحده اللي هي نفس الله. صحيح بس هو الدلاله اللغويه هنا الاول لها معنى لغوي هنا صحيح يشبه بمفهوم الزمن صحيح صحيح في التنزل في الزمن. حتى يقول لا تسبوا الدهر فانا الدهر. في التنزل الله هو الزمن
لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. قبل التنزل تقصر عن شأو الإشارة، لكن وصف نفسه في التنزلات ليعرف، لكن هو فوق الوصف. لكن هل الزمن هنا مفهوم أرضي ولا مفهوم كوني؟ هو نحن بنفهم الأرضي لأنه نحن في الأرض. نعم. يعني قبل ما يخلق، لما نقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طمعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ده قبل الزمن. عشان كده يقول ثم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لما كانوا رتقا ده المكان قبل الزمان. لما حصل الفتق بدأت الحركة، الأجرام تشكل، جاء الزمن. فالزمن هو حركة المكان. لما تتحرك الأرض حول نفسها بيجي اليوم، لما تتحرك حول الشمس بتجي السنة مثلا. فده حصل لقدام يعني، ودي التنزلات. نعم. والله الأولوية بتكون للناس اللي ما شاركوا، ما توحت لهم فرصة للنقاش، لكن أنا بحب الناس عشان يتيحوا فرصة لأكبر عدد من السائلين يختصروا في الأسئلة، يعني في الزمن بتاع السؤال. صلاح حامد. الحمد لله. طيب السلام عليكم. الحقيقة ده أعقب على كلام الدكتور بشير بأن الجمهوريين في فترة السبعينات سنة 77 طبعا جاءت المصالحة الوطنية، وسنة 77 جاءت الحريات للجامعات والمعاهد العليا في السودان، وبدت الحياة السياسية داخل الجامعات تأخذ شكل يختلف. الكلام ده على عهد النميري، والإخوان الجمهوريين قادوا حياة الطلاب في تلك الفترة كأحسن ما تكون القيادة. والمسألة دي يعني جابت أتت أكلها وجابت نتائج طيبة جدا. النتائج دي تمثلت في صعود قائمة الإخوان المسلمين، ولعل الإخوان الجمهوريين يعني مرحوم بقرجة أظن معه مجموعة كانوا جابوا مثلا يعني أعلى أصوات. فسؤالي شنو هسه على الوضع في السودان في حوجة ماسة لناس عندهم منهج، عندهم رؤية واضحة، يغودوا الناس، يعروا الشيء الحاصل، يفضحوهم زي ما كان بيحصل زمان. والواحد لا زال بيذكر حتى المفردات اللي كانت تتقال في الأركان، إنه تزرعهم في أرض الحوار الموضوعي فبيموتوا موت طبيعي. الشيء الحاصل هسه في السودان فوضى. بعدين للأسف يعني الأحزاب التقليدية ما في برنامجة أو في منهجة تقيم أركان وتوجه الناس وترشيدهم زي ما قال أستاذ ذلك. فدي يعني أنا زيادة أرجو أن الإخوان الجمهوريين يبلغوا العضوية بتاعت الإخوان الجمهوريين كلهم في رفاعة وفي عبد الله النعيم في أي حتة، دي دعوة، لأنه الشارع السوداني اليوم محتاج لنفس الشيء اللي كان حاصل قبل التنفيذ، اللي هي الأركان، اللي هي الجرائد، مواجهة الجماهير في الشارع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأستاذ ذلك قبيل قال إنه ما عنده استعداد. أنا ما أعرف المسألة دي تخصه هو شخصياً ولا بتنطبق عليه كل العضوية بتاعت الجمهوريين. فإذا كانت بتنطبق عليه كل العضوية بتاعت الجمهوريين ما عنده استعداد بعد ذلك، هذه مسألة بتكون يعني بتصيب الناس بالإحباط شديد جداً. وأتت يعني الواحد يصاب بخيبة أمل. فعشمنا كبير في أنه الأخوان الجمهوريين يقودوا الحياة من يوم الليلة ولا قدام إن شاء الله، عملا بقول الشاعر من عود الناس إحسانا ومكرمة
فلا يعتبن على من جاء في الطلب. شكرا جزيلا.